ومؤكد أمام المنظمة العالمية أو المكتب الدولي للعمل على أننا لحمة واحدة في المغرب رغم الاختلافات. اليوم عقدنا مناظرة لأول مرة في تاريخ المغرب، وفي بالمقارنة مع عدد من الدول تجتمعوا النقابات وزعماء النقابات وأرباب العمل مع المدير العام لمنظمات العمل الدولية وبحضور الحكومة في شخص وزير التشغيل، من أجل تسليط الضوء على تجربة الحوار الاجتماعي في المغرب وعلى المشروع الملكي المهم والرؤية ديال سيدنا الله ينصرو التي تتعلق بالدولة الاجتماعية، هذا المفهوم الجديد والمتجدد الذي جاء به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي شمل جميع فئات المجتمع المغربي، الناس اللي مخدمين عن طريق الدعم المباشر، الناس اللي عندهم واحد الأجور متدنية بالنسبة للمشروع ديال السكن، جميع المواطنات والمواطنين سواء اللي تيخدموا أو اللي تيمرسوا واحد النشاط حر أو اللي ما تيخدموا شيء عن طريق تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وكذلك الحوار الاجتماعي اللي جاب مكتسبات مهمة بالنسبة للناس اللي خدامين 4,250,000 ديال الناس في القطاع العام والقطاع الخاص، كنظن هذه التجربة تستحق الاعتراف بها على المستوى الدولي. هادشي حنا ما تنديروهش باش يعترفوا بنا في المستوى الدولي، كنديروه لان المواطنين ديالنا والمواطنات ديالنا كيستحقوه، وكنديروه لاننا نجسد الاراده ديال صاحب جلالة نصره الله الملك المواطن والملك الديمقراطي، وهادو هما الرسائل اللي وصلت واللي حضات بالاشاده ديال منظمه العمل الدوليه، وحنا فخورين على ان مستوى النضج اللي وصلنا له في المغرب ديال المسؤولين ديال الطبقه النقابيه والحكومه وارباب المقاولات قدروا يقطعوا مع واحد الطرق سابقه اللي كانت في العمل، ووصلوا اليوم الى تفاوض من جيل جديد ان شاء الله، ونتمنوا انه يكون بادره خير واننا نستمر به في الشهور والسنوات المقبله ان شاء الله. التا سوسيال est une vision que nous encourageons énormément. Vous savez, moi j'ai été élu sur le principe de promouvoir une meilleure justice sociale. Et donc l'État social s'est vraiment aligné sur ce que nous faisons aussi au BIT sur nos objectifs. Et la présentation que nous avons eue aujourd'hui, c'était clair qu'il y a une volonté politique, et on voit la volonté politique au niveau de Sa Majesté, et on voit le gouvernement qui met en œuvre cette volonté politique d'un État social, et les partenaires sociaux, notamment le patronat, les syndicats et les différents acteurs sociopolitiques qui contribuent justement à régler les problèmes opérationnels. Et on voit la bonne foi et en même temps parfois certaines différences d'opinion, ce qui est normal en démocratie, et donc je suis très 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 satisfait.